ما انا قلت لك قبل كده الاثنين ما عادوش ينفعوا، وطلبت منك انك انت تدوري لي على اللي تشبهك. لو على الشغل فانا ماليش شبه. طب ولو غير الشغل؟ هو احنا في بينا حاجه وبين بعض غير الشغل يا شيخ؟ يا بنت الناس افهميني، البني ادم صياد، وانا نفسي ومنى عيني تسمي بالله كده وترمي الشبكه وتشدي وتشوفي الشبكه هتطلع لك ايه. انا ما اتعودتش ارمي الشبكه بتاعتي غير لما ابقى شايفه برميها علي، وانت لحد دلوقتي ما وريتنيش اللي انا عايزاه. طب شوف يا ست الستات، الشغلانه اللي جايه دي غير كل اللي فات، ليها سكه لوحديها وليك انت لوحدك. قلت ايه؟ قلت افهم الاول. افهمك، مرسال ربك بين عبيده نفسه يعمل مصلحه، لا ليها اسم ولا صاحب، زي ما تقولي كده صدى يعني، تطلع من ايد ده تقع في ايد ده، لا ده عارف خد كام ولا ده عارف ايده طلعت كام. سمسارة يعني. شفتي؟ اهو ده اللي انا قلقان منه. طول قعدتك مع الكومي شوفي عملت فيك ايه؟ خليتك قلبت الصادق على السمسار. جرى ايه يا شيخ نوح؟ هي رايحة للمساكين ولا للمساكين؟ حلوة المساكين دي، عجبت صح. والحكاية دي عندك حق. بس هي أكبر من كده بكتير أوي. صاحبنا ده عايز يدخل السوق وسايب لنا احنا كل حاجة مدورها. أراضي برضو؟ أراضي مدينة متكاملة، لا مدينة إيه؟ بلد تانية، فيلل وعمارات ومحلات، وهو عايز يستنى لغاية ما يلاقي السوق ماشي صح ويظهر في السوق. قلت إيه؟ أقدر أعرف هو مين؟ مش إحنا قلنا إنها صدقة، والصدقة لو بانت خيرها يقل وبركتها تزول. بص يا شيخ نوح، اللي أوله شرط آخره نور. إن شاء الله هيبقى آخره نور وأفراح وليالي ملاح كمان. طب خلينا في النور بس الأول. أنا اتعودت لما بدخل شغل لازم أبقى عارفة تفاصيل تفاصيله، مش شاكة فيك لا سمح الله. بس زي ما تقول كده، بما إننا هنبقى شركة، خلي الموضوع ماشي بيننا هين وخد. طيب تستني عليا آخد الإذن وأرجع لك؟ تستغربيش أوي كده. فوق كل ذي علم عليم. نستنى. ويا ترى طلبنا هنستنى عليه برضه؟ لما تجاوبني هجاوبك. انا لازم امشي بقى لحسن قعدتنا طولت. ربع يا بنتي، أنا في سن والدك ومر عليا قضايا كتير بالشكل ده. بعدين أنت عارفة شركتنا شركة كبيرة، وما تحبش إنها تتورط في حاجة زي كده. عشان كده هم باعتيني النهاردة عشان نخلص المسألة بقى. وحضرتك شايف إن الموضوع هيخلص إزاي؟ خليني أكلمك بصراحة، شركتنا شركة كبيرة ولا يمكن هتورط نفسها في حاجة زي كده، وهتخرج من الموضوع من غير أي مشاكل. يعني الشركة تطلع منها وأنا أروح في داهية بحاجة أنتوا اللي عاملينها؟ اهدي اهدي بس، الشركة ما عملتش أي حاجة ومفيش دليل واحد يثبت عكس كده. كل ما في الأمر هيثبت علينا شبهة إهمال، تقصير حضرتك في متابعة أعمالك اللي عملتيها من ورا رؤسائك، مش تهم التخابر مع دولة أجنبية. من فضلك هات من الآخر وقول عاوز مني إيه. أنا جاي أعرض عليك عرض اللي في مكانك لا يمكن يرفضه، وده في مقابل كلمتين في تحقيق النيابة، انك انت المسؤولة الوحيدة عن الابراج والهوائيات، واتمنى انك تقول ان الشركة ملهاش اي علاقة بالمسألة دي خالص، وده في مقابل مبلغ اللي انت تحدديه، ووظيفة وظيفة افضل بعد خروجك. قلت لك انتوا عاوزيني اودي نفسي في داهية علشان حاجة انتوا عملتوها؟ انتوا ايه؟ مجرمين؟ عاوزين اضيع مستقبلي وحياتي علشان سمعة الشركة وعلشان كام دولار وقع من على كام سهم؟ يا بنتي اهدي، انا جاي اتكلم في مستقبلك ومصلحتك. دخولك السجن امر مفروغ منه، حاولي تستفيدي من الموقف. انا هوديكم في ده، والله العظيم هوديكم في ده. ايه في ايه؟ الاستاذ مدير الشؤون القانونيه جاي يرشيني علشان اعترف على نفسي. عيب يا ربع، حاسبة على كلامك، الكلام ده ما حصلش خالص. ده كداب، والله العظيم كداب. لسه من فضلك ومن غير كلام كتير،
الزياره انتهت. لا شهاده ميلاده احنا مش هنعوزها، باباه هيطلع له واحده ان شاء الله. ميرسي يا مدام وفاء قوي. بس زي ما فهمت حضرتك طبعا مساله نقل سليم من مدرسه لمدرسه ثانيه دي احنا مش عايزين اي حد ياخد بيها خبر خالص. يعني مامته لو جت لحضرتك وسالت. اكيد يا استاذ اشرف، حضرتك دي مسؤوليه عليا انا لان انا اللي سلمت حضرتك الاوراق ديت. لا يا فندم ما تقلقيش ان شاء الله كله خير واحنا مظبطين كل حاجه. شكرا. شرفت يا فندم، مع السلامه. بس عايشة حظك حلو ان ما طلعلكيش حنش ولا عقربة تاخد اجلك. انت فاكر نفسك هتخوفني؟ الحنش ولا العقربة دول ياخدوا اجلك انت واجل اهلك كلهم. هتتعودي يا بنت خليف، والنوم هنا هتيجي على هواكي قوي. مكان زي ده انت اللي تنام فيه، انت والزبالة اللي متجوزها. ده انت عارفة كمان اهو. طبعا عارفة. امال انت فاكر ليه ما بتخلكش تقرب لي ولا تلمسني؟ عشان ده مستواك. لو انت سادة علشان في غيري بيقربوا منك ويلمسوكي. برافو عليك يا جوزي يا حبيبي ياللي عارف قيمة نفسك كويس. بكرة بقى مصر كلها هتعرف، وبقى وريني هتحبس فضيحة زي دي ازاي. الفضيحة دي مش هتخرج لأنها بيني وبينك وبين الكلب التالت، وانت خلاص كلها أيام. ايه هتموتني؟ هزلك يا منى، وانت بالذات هخليك تلعن اليوم اللي شفتيني فيه ودخلت بيت ابوك الواطي. واطي؟ ابويا انا اللي واطي؟ انت فاكر نفسك كده بقيت راجل قوي وطلع لك لسان وبتتكلم؟ انت تافه يا علي. لو كنت راجل بصحيح كنت قلت كلمه من الكلام دي زمان. كنت رفعت عينك فيا ولا في ابويا وقلت لا. كنت عملت نفسك محترم شويه. لكن انت ولا حاجه. تقدري تقولي كنت سايبكوا تجيبوا اخر اللي عندكوا علشان انا ابتدي. ما هي الحياه كده، ادوار وكل واحد دوره بيبتدي بعد اللي قبله. ودلوقتي الدور بتاعي انا يا بنت خليف. ليك حق طبعا تتضايق من اللي حصل، بس يعني بس ايه يا جمال؟ ده انا لو ميت يا اخي تيجي تقف على قبري وتحكي لي؟ الناس تقول عليا ايه؟ مش عارف احكم اختي واحطها تحت طوعي؟ ده ومين؟ علي الميري. عرفته ازاي وغواها امتى؟ سيبك من هو علي الميري، هي ما تعرفوش زي ما انا وانت عارفينه، هي شايفاه راجل زي اي راجل عادي. والراجل ياخدها من ورا اهلها ويكبرها ما تحكيش. قاصد يكسر متن الكلب يحط مناخيري في الارض. معلش ايه ده، انت بس اقعد معاها واسمع افهم انا ايه اللي حصل. الحكومه كبس التاني يا كبير. جمال خد سليم واخلعه. طب وانت تعمل ايه؟ اتصرف، ما تقلقش. تعال ورايا. ايه يا باشا؟ احنا مستنيين يا باشا. ايه يا سعادة الباشا؟ مش بيوت الناس ليها حرمة برضه؟ كل يوم والتاني كبسة. لما تبقى مخبي مجرمين عندك يا بوبو استحمل اللي جرالك. مجرمين؟ هما فين المجرمين دول لو سمح الله؟ هنشوف دلوقتي. يلا دوروا عليه في كل حتة. ولموا كل الموجودين. وحرزوا السلاح. اطلع. اطلع. اطلع 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 اط